جماعة أخرى تنتسب إلى السنة، وهذه الجماعة يحاربون المنهج السلفي، وإن ادعوا أنهم على السلفية. والله الذي لا إله غيره، واحدين يقول لك مركز عام رئيس يكرم الصوفي ومش للصوفي في محله، واحدين بيجاي جمعية رئيس يقول أنا ورئيس المركز العام ده في إخاء ونعمل سويا في محاربة البدع، وده ذاته مبتدع. رئيس ذاك اللي بيجمع ذاك بيغادي يقول لك إصلاح، نائب الرئيس نفسه في المنبر يخالف المناهج السلف، يرد على الحاكم. وللأسف أنا أتعجب في هؤلاء، تقول لو أنتوا سميتوا بالأسماء دي ليه؟ يقول لك تميزا من أهل البدع. الأصل أن نتسمى باسم المسلمين واسم الإسلام وكذا، تميزا من أهل البدع تسمينا بهذا الاسم. بعد شوية يجوا يتلموا مع أهل البدع، تقول له أنا الكلام ده كيف؟ يقول لك تعاون. طيب أنت ما قلت أنا متميز منه وتاني جابك ليه وشو؟ بعد شوية يقول لك ديل شتموا العلماء وما تركوا العلماء وهؤلاء أساوا إلى العلماء، طيب تتعاون معانا؟ لك لا 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 انتوا كعبين. طيب أهل البدع سامحين؟ والله ديلك كعبين لكن من يتعاون معاهم وانتوا ما من يتعاون معاكم. أيوة، تكلم في السرور الفلاني صاحب قناة طيبة عبد الحي يوسف، ولك السرورية نحن ماذا المظهرون. بعد شوية تتكلم في منو؟ في سلفيين، ولك ديل جماعة ديل واحد ده ما عنده أدب والتاني ذاك ما خلى عالم، واحد في منطقة وجمدني قال لي قلعت العرش عديل ما خليته فيها عرش، خليتها فاضية ساي، قال لي قلت له عرش يا شيخنا ما قلعنا ولا أي شيء، ما خليته العلماء ما خليته كذب ولا ملمنون اللي تكلمنا فيهم كلام كثير، ونحن ذاته نحن ذاته ما حزب، أفهم الكلام ده، نحن ذاته ما حزب ولا شرط تبقى معانا، أبقى مع الحق، ونحن ذاته بنرد على بعض بلخبة يرد على بعض ما في أي لخبة. ولو فينا واحد قال لو فينا واحد قال نحن السلفيين في البلد دي برانا كده، ده كلام باطل، رضي من رضي وغضب من غضب. وفي غيرنا سلفيين وقد يكون بيننا وبين الردود في مسائل لا تخرجهم عن السلفية ولا تخرجنا عن السلف، أفهم الكلام، نحن ذاته اللي بيتحزب لواحد فينا ده ذاته مبطل، أفهم الكلام كويس. فأبقى حر، ندعو إلى الحرية في جانب الأحزاب، وأن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن تكون مستقيما على ديني، وأن تتعلم العلم النافع من الليلة لما تموت، ما تجي تقعد في الجامعة هنا بدل ترجع زول تمام مرق من بيته ما تابع لأي حزب، يعني كان في خير يجي هنا يخش له في حزب مالك خشيت، ويقول لك نحن عارفين الجماعة دي لكن تراهم بعدين بيوظفونا وامورنا بتتسهل وشغلتنا بتمشي، وظفك ده والعقيدة عنده والأمر عنده، كلام كله باطل، خليك حر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم.